إخوة الإيمان والإسلام، حديثي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك عن فرائض الإسلام غايتها ومقاصدها. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذا الكون إلا لعبادته جل وعلا، وما أرسل إلينا الأنبياء والرسل إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا سيدنا شعيب وسيدنا هود وسيدنا صالح عليهم السلام، لا من نبي إلا قال لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أيها المسلم الكريم، إن عبادتنا لله سبحانه وتعالى لا بد وأن تبنى على فرائض. هذه الفرائض بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن ما الهدف أيها المسلم الكريم من هذه العبادات التي فرض الله سبحانه وتعالى علينا؟ اعلم أيها المسلم الكريم، ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا هذه العبادات إلا لغاية، إلا لمقصد كي يهذب أخلاقنا، كي يهذب أو كي يهذب أخلاقنا. انظر أيها المسلم الكريم في شأن الصلاة، قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه دعوة إلى الأخلاق الكريمة، إلى الأخلاق الفاضلة، فإن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها يجد المؤمن راحة النفس، يجد فيها الطمأنينة، تتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى على من يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. انظر إلى حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسنا ويخبرنا وينبئنا أن هذه العبادة إلا لكي تهذب أخلاقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقد أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لها مكانة عظيمة في مغفرة الذنوب بالنسبة للعبد. قال صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، تحترقون تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء إن هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى لم تفرض علينا هباء، ولكن لغاية، ولكن لمقصد. هذه الغاية وهذا المقصد العظيم.
الزيادة، هذه الصدقة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك لكي تنقيك من البخل ومن شح النفس، قال جل وعلا: ولكي تنقي حتى الأموال أيها المسلم الكريم وتحافظ عليه، قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة إخوة الإيمان والإسلام هدفها ومقصدها تغطية النفس البشرية من البخل ومن الشح ومن شر ما شابه ذلك. ولذا يقول سبحانه: فضل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إن الهدف من الزكاة تبع المحافظة على المال والمحافظة على النفس البشرية من البخل والشح. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان. فهذا هو هدف الصلاة، وهذا هدف هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا تباه، والتائب من الذنب حكيم ورحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ومدوتنا من الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، إن الله سبحانه وتعالى ما فرض علينا الفرائض إلا لغاية ومقصد، وهذا المقصد وهذه الغاية هو أن نكون ذا أخلاق كريمة، أن نتخلق بأخلاق هذه العبادات. فلذا قال جل وعلا في شكل الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هي دعوة إلى الأخلاق الكريمة من هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا. فيا أيها المسلم الكريم، أنت تصلي وتصوم وتحج وتفعل وتؤدي زكاة مالك، لكنك لا تتخلف بأخلاق هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. تفعل هذه الأشياء كلها، لكن إذا أحسنت هذه معاملة هذه الفرائض وآدائها على أكمل وجه كنت من الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. أما أنك إذا ما أديت هذه الفرائض وفعلت عكسها فكنت من الخاسرين. انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لصحابته الكرام: أتدرون من المفلس؟ فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك هو المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته وحج، ويأتي وقد سفك كتب هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا بنيت حسناته أخذت من جنوبه ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار. فيا أيها المسلم الكريم، لزاما عليك أن تراقب الله سبحانه وتعالى في هذه الفرائض التي فرضها الله عليك في حلك وفي ذبحانك. ذاك هو الإحسان الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن
اللهم أجل